السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في قناة محسن الغزالي للسفر والتجوال وتصوير المشاريع في المغرب. اليوم صورت لكم مشروع المسبح الأولمبي اللي كيتواجد أمام مركب مولاي عبد الله بمدخل مدينة الرباط من جهة تمارة. الميزانية ديال هذا المشروع قدرت ب 12 مليار و 100 مليون سنتيم، أما المساحة فهي 12700 متر مربع. الشركة المكلفة بالإنجاز ديال هذا المشروع وهي الشركة المعروفة جيت كونتراكتورز. الطاقة الاستيعابية 1500 متفرج، بالإضافة إلى توفر هذا المشروع على مرافق أخرى. غادي توفر هذا المسبح الأولمبي اللي غادي يكون ثاني مسبح أولمبي من 50 متر في المغرب بعد مسبح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. الهدف ديال هذا المشروع هو احتضان المنافسات الدولية والعالمية. مازال غادي نصور فيديوهات اخرين على مشاريع الرباط الحاليه، وفي الاخير ما تنساوش ديروا جيم وتعليق والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنشر المزيد ان شاء الله. فرجه ممتعه.